بتلاحق الفضايح الجنسية الإخواني الهارب عبد الله الشريف من فترة للتانية، ومن أقوى فضايحه الجنسية اللي أثارت الجدل على السوشيال ميديا وفي الإعلام علاقته بفتاة تدعى ريم. خرجت ريم مع الإعلامي عمرو أديب وكشفت تفاصيل علاقتها بالهارب عبد الله الشريف، ومش بس فضايح جنسية لأ، واعترافات بتثبت كرهه لمصر والرغبة في تدميرها ونشر الإرهاب فيها. وحكت ريم إن عبد الله أقنعها إنه بيحبها واستدرجها لإقامة علاقة جنسية في قطر، واستكملت إنه كان بيوطي يبوس جزمتها ليخدعها بحبه الزائف، ودايما يتكلم عن زوجته بطريقة غير لائقة، وإن خلال الأربع أيام اللي كانت فيها ريم في قطر حجزت الفندق من أموالها الشخصية، ووضحت إنها استمرت في رفض إقامة علاقة معاه، واقتصر الأمر على بعض الصور الرومانسية. شديد جدا جدا جدا، انتي تقولي لي خلاص عبد الله بكرة بسافر، يلا بينا. وبمجرد سفرها من قطر بدأ يتجاهلها تماما واتكشفت حقيقته. كشفت ريم بتصريحاتها عدة حقائق عن عبد الله الشريف، إنه بيحتقر الشعب المصري وما بيحاربش من أجله، ولكن بيحارب من أجل المال والمصلحة وأكل العيش، فالقضية بالنسبة له سبوبة رخيصة بيباع فيها كل شيء حتى لو كان الوطن. شخصية مستوية، شخصية مريضة، عندها انبساط الشخصية، الشهرة عطتها إحساس بالجبروت. التسريبات كشفت اعترافه بمقابلة أجهزة أمنية خارجية في الدوحة والتنسيق معها لوضع خريطة الهجوم على مصر، وكشفت أنه بيشتغل على فيديو في تركيا تكلفته 24,000 دولار لتدمير مصر. علشان أنا ما أظهرش في مكان عام مع الشخص اللي معروف دود ومحسوب على جهة معينة، فإحنا بنختار فندق معين بنروح نقعد في الكافيه بتاع الفندق. الكافيه بتاع الفندق هيبقى فيه كام مثلا، 10، 5، 7، 20، ما بيبقى العدد محدود وما بيبقاش فيه ناس رايحة جاية. عبد الله الشريف بتستضيفه إمارة قطر وفتحت لي إعلامها وبتقدم لي التمويل والحماية وكل ما يحتاجه لنشر الفتن والفوضى في مصر، ومع ذلك هو بيستحل عرض القطريات، واعترف إن قطر دولة فاشلة ديكتاتورية كل شيء مباح فيها. عبد الله الشريف اللي بيقنع جمهوره بقال الله وقال الرسول اعترف بإدمانه الحشيش لفترة من حياته في اسكندرية لما كان سواق تاكسي. عبد الله مدمن اصطياد الفتيات العرب وبالأخص القطريات وابتزازهم. عبد الله الشريف يستحق بجدارة لقب عنتيل الدوحة.